جزيرة مالطا التي هي ضمن الاتحاد الأوروبي. ويكون هناك فرصة طبعاً إذا تسامحني أريد أن أقدم الوفد الإيطالي موافق. بالتالي تعتبر بالنسبة لتونس زيارة مهمة ومهمة جدا، لأنه المواضيع المشتركة عديدة وعديدة جدا. فما الموضوع التقليدي اللي هو مكافحة الهجرة السرية، لكن كذلك هناك الموضوع اللي مثل أولوية المطلقة بالنسبة لتونس، وهو كذلك أولوية بالنسبة لدولة إيطاليا، وهو مكافحة الإرهاب. كان دائما تعاون أول حاجة في مجال تبادل المعلومات، هناك تعاون كبير جدا، التعاون اللوجستي، وهو كذلك تعرفوا أنه منذ 2011 كان هناك اتفاق مع جمهورية إيطاليا اللي كان فيه مساعدات كبيرة وكبيرة جدا بالمعدات والتجهيزات، لكن كذلك هناك تعاون في مجال التكوين، وهذا مهم بالنسبة لنا ومهم كذلك لأصدقائنا في إيطاليا، لأنه تعرفوا أنه مثلا في مجال مكافحة الإرهاب أو كذلك في مجال الهجرة السرية مش ممكن أنه يقع معالجة مثل هذه المواضيع على المستوى المحلي فقط. أكيد وأكيد جدا جدا أن يكون هناك تعاون دولي مع شركائنا الاستراتيجيين وإيطاليا واحدة منهم، باش نجموا نقدموا أكثر ونجموا نكونوا أكثر فعالية في معالجة المسائل الكبيرة واللي عندها أولوية بالنسبة لتونس. إذا كان تحدثوا على هجرة سرية وإذا كان تحدثوا على مكافحة وعلى تأمين على مكافحة الإرهاب، فأكيد أنه تأمين الحدود موضوع مهم ومهم جدا، وتعرفوا أنه الحدود بيننا وبين إيطاليا هي حدود بحرية بالأساس، وهذا فيه تعاون وتعاون كبير، ونأمل أن نزيد نقدموا به إن شاء الله. Está puxando tudo, né? Potencial.